السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين إن شاء الله شرح كونكت بلس جريد 2 على القناة. النهاردة ميعادنا مع ليسنز 5 أند 6، الدرس الخامس والسادس من الوحدة الأولى. الدرس الأول والتاني والتالت والرابع موجودين على قوائم التشغيل، هتلاقي كده كونكت بلس جريد 2، تمام؟ واعمل متابعة لصفحة الفيس والأكونت الشخصي بتاعي من تحت من صندوق الوصف لو حضرتك مش متابع هناك. الدرس بيقول reading، يعني في قصة قرائية هنا. who am I، who يعني من، استفهام ساعة شخص العاقل. am I، من يكون أنا. طب السؤال جه كده ليه؟ أنا لما أجي أتكلم عن نفسي بقول I am وحط الإيه، اسمي، تمام؟ فلما أجي أسأل بحول، بخلي الفيرب يجي قبل الإيه، الفعل. who am I، ليه ما حطتش is، لأنه I بتاخد am، ليه ما حطتش are، لأن I بتاخد am. who am I، من يكون أنا. تعال نشوف المفردات عندي. اول حاجه عندي فراشه، يعني butterfly. butterfly التي لما تيجي بين حرفين متحركين منطقه دي، فبقول butter. كلمه butter لوحدها يعني زبده، وكلمه fly معناها ذبابه، الاثنين مع بعض يبقى فراشه. butterfly butterfly. الواي في الاخر بتعمل لونج اي، fly، زي كلمه sky، زي كلمه try، زي كلمه cry. butter واليو butterfly. سمك طبعا يعني فيش، معروفه مش هنضيع وقت. بغبغان يعني parrot. parrot، محدش يقول لي باروت. parrot parrot parrot. زرافة يعني جراف، زرافة يعني جراف. ليه قلنا جراف مش جراف؟ لان احنا عندنا معلومة ان جي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها الج زي حرف الجي، فبقول جراف والاي في الاخر سايلة. طيب ضفدعة يعني او ضفدع، فروج، الاف مع الار، فرا اوج فروج. فيل يعني ايه، مقطع، ليه مقطع، والبي اتش منطقها ف. elephant elephant elephant. كرة السلة يعني basket ball. basket ادي مقطع اهي، ball الاي بنطها ايه، او. ليه بنطها او؟ احنا قلنا قبل كده ان الاي لما يجي وراها دبل ال بنطق الاي ايه، او، فبقول ball. call small وهكذا. basket ball يعني كرة السلة. كرة القدم يعني football. football ما تقوليش football، لا اخطفها بسرعة. football فوت يعني قدم، بول يعني كورة، على بعضها فوتبول. طيب كرة القدم لها معنى تاني بالبريطاني او امريكان، اسمها ايه؟ سوكر. سوكر السي دي سايلنت، وبنطق السي دي ايه، ك، فبقول سوكر. سوكر ما تقوليش سوكسر، مش اسمها كده خالص، تمام؟ سوكر سوكر، تمام. طيب دي الكلمات، هنا بقول لي اكسترا فوكابولري يعني كلمات زياده. طيب او عطوف، واحد طيب عليه كايند. كايند جميل يعني بريدي. بريدي التي برضو جايه من الاي والاي، هقول بريدي والواي في الاخر بنطقها لونج اي. بريدي يعني جميل. طب لو قلت بريتي صح، بريدي. اوراق الشجر ليفز، عرفت جيت منين؟ ورقه شجر عندي يعني ايه، ليف. لما اجي احول الكلمه اللي اخرها اف الى جمع، بقلب الفي الاف الى في، وبعد كده بحط الاي اس، فقلت ليفز اوراق الشجر. ممتع او مضحك فاني، الواي في الاخر بتعمل لونج اي، ف funny. يطير يعني fly، يبقى كلمة fly معناها ذبابة أو معناها يطير أو معناها يطير. يتحدث أو يتكلم، أو يتكلم هو يقصد هنا يتكلم، تمام؟ هو عاملها يتعلم، هي يتكلم، مش عايز اسمها يتعلم. توك يتحدث أو يتكلم، توك نفس الحكاية، الاي جاي وراها ايه، جاي وراها ال، بنطها اول، بول، توك، والال هنا سايلنت، تمام. طيب كلمة حكيم يعني عاقل كده، اسمها ايه، وايس. الاي ساكن ايه، هنطق الاي باسم و، ايس وايس. صحراء يعني ديزرت، الاس جاي من حرفين متحركين هنطقها زي، هقول ديزرت ديزرت. شاي يعني تي، اي الاي واي الاي اي بتعمل لونج اي تي. ينام يعني سلا ايب، نفس الصوت اللي جه من الاي اي، من الاي اي هيجي من الاي اي، سليب. طبعا عارف انت تعرف كلمه سليب، لكن لازم تعرف الصوتيات اللي فيها، تمام. كلمه يشرب يعني درينك، الدي مع الار، درا ايه، درينك drink. دي كلمات الدرس. تعال نشوف بقى الايه، الريدنج اللي عندي هنا او القطعه القرائيه. This is my grandmother. This is my grandmother. هذه تكون جدتي. She is old and kind. هي كبيره في السن. كلمه old مش معناها قديم، معناها كبيره في السن. and kind وطيبه خالص. She is very wise. حكيمه جدا. كلمه very بتخش على الصفه، بتخليها ايه، بتخليها كبيره. يعني كلمه hungry جعان، لما اقول very hungry يبقى جعان جدا. thirsty عطشان، لما اقول very thirsty يبقى عطشان جدا. تيجي دايما قبل الصفه، she is very wise، هي حكيمه جدا، عاقله يعني. she always drinks tea. always معناها ايه،
دائما كل يوم تشرب شاي، معناها كلمة always يعني بعمل الحاجة دي 100% for 100%. تمام؟ percent يعني ايه؟ يعني بعمل الحاجة دي 100%. she always drinks tea. طب حط لي اس هنا ليه؟ عشان ده مضارع بسيط، بستخدم اس مع ضمائر المفرد وجدتي دي مفرد. تمام؟ بعمل الحاجة دي على طول، عادات habits. تمام؟ و always بتيجي دايما اللي هي ايه؟ ظرف التكرار بيجي دايما مع الايه؟ مضارع الايه؟ البسيط. خلاص عرفنا جدته ايه؟ ظروفها ايه؟ وحكيمة وبتشرب شاي على طول. تعال نشوف. This is my brother. ده أخويا. He is tall and funny. هو طويل ومضحك، يعني ايه؟ بحب الضحك. He has long arms and legs. خدنا قبل كده has معناها يمتلك أو عنده. هو has long arms and legs. عنده ذراعين طويلين ورجلين كمان. He often، كلمة often يعني ايه؟ يعني غالبا. بنسبة بعمل حاجة بنسبة 80%، احنا قلنا هنا always ايه؟ 100%. He often plays basketball، يعني ايه؟ يعني غالبا ما بيلعب باسكتبول، يعني مثلا لو الاسبوع 7 ايام هو بيلعب منهم 5 باسكتبول. نكمل. This is my baby sister. دي اختي الصغيرة البيبي. She is young، عكس كلمة old، هي صغيرة في السن. She sleeps a lot. طبعا الطفل هو صغير بيكمل نمو نوم، فبقول لك she sleeps، حط اس المفرد ليه؟ لانها على طول نايمه، كل يوم بتنام. she has one tooth، عندها سنه ايه؟ سنه واحده. نكمل. this is my daddy، ده بابايا. he is tall and kind، هو طويل وطيب. he sometimes بعمل حاجه بنسبه 50%، بعملها يوم اه يوم لا، يوم اه يوم لا. he sometimes plays football، هو ايه دي معناها؟ احيانا ده بيلعب كورة، يعني يمكن في الأسبوع يلعب مرتين. he often، هنا احنا قلنا هنا often يعني ايه؟ غالبا. walks in the park، دايما بيمشي فين؟ في الحديقة. نكمل. this is my mommy، دي ماما. she is kind، هي طيبة. and pretty، وجميلة. she usually يعني ايه؟ يعني دائما. تمام؟ دائما او غالبا، على طول يعني بتعمل حاجة بنسبة 90%. تمام؟ she usually walks to school with me، يعني على طول بتروح المدرسه معايا. طب يعني ايه كلام 90%؟ يعني احنا بنروح المدرسه 5 ايام، ممكن هي بتروح معايا المدرسه 4 ايام بس، يبقى في واحد منها يوم منها سقط، يبقى نقول عليها ايه؟ usually. لو بتروح معايا كل يوم هنقول ايه؟ هنقول always. تعال نشوف بقى الايه الحاجات دي ورا. طيب هنا بقول I often jump، I usually swim، I have four legs، my face is green. مين بقى هي ديت؟ بقول I often jump، انا دائما او غالبا ما بقفز. I usually swim، دائما ما بسبح. I have four legs، وعندي أربع رجلين. My face is green and funny، مين هي؟ الضفدعة. My wings are pretty، wings يعني جناحاتي. Are pretty، جميلة. I often fly، أنا دائما إيه؟ طائرة أو غالبا طائرة. I have a beak، وعندي منقار. I sometimes talk، أنا أحيانا أتوك، أنا أحيانا بتكلم. مين هي؟ اللي بتكلم مين؟ أيوة البارت، البغبغاء. I am small and fast، انا صغير وسريع. I always swim، انا دائما ما بسبح. I never walk، وعمري ما مشيت. مين هو؟ ها اكيد مين؟ الفيش. I am tall and brown، انا طويله وبني. I have four long legs، عندي اربع رجلين طوال. I eat leaves، وباكل اوراق الشجر. مين هي؟ A giraffe. برافو. I am small and pretty، انا جميله وصغيره. I have four wings، وعندي اربع جناحات. I usually fly، انا دائما بطير. مين هي؟ اكيد بدر ايه؟ fly. I am long and brown، انا طويله وبني. I have no legs، وما عنديش رجلين. I live in the desert، وبعيش فين؟ في الصحراء. مين هي؟ ها سنيك، الثعبان. تمام كده احنا خلصنا الايه الدرس الخامس والسادس. تمام، درس مهم جدا جدا جدا. في ايه؟ تعال اقول لك بقى الملخص بتاعه. كلمه always وكلمة usually وكلمة often دول اللي جم، وكلمة never دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم ظرف التكرار. لو بتعمل الحاجة دي 100% هتقول always، لو بتعملها بنسبة 90% هتقول usually، لو بنسبة 80% هتقول often. نسينا حاجة، لو بتعملها يوم sometimes دي بنسبة 50 ايه؟ في المية. عمرك ما عملتها خالص هتقول never، 0%. يعني ايه؟ يعني انت كل يوم بتروح المدرسه ماشي، هتقول ايه؟ I always، بيجي مكانهم فين؟ بيجي ورا الفاعل. I always، he always، she always. تمام. I always walk to school، معناها انت بتروح المدرسه كل يوم ماشي. طب بروح 5 ايام في الاسبوع 4 ماشي ويوم بالعربيه بابا، هقول I usually walk to school. طب بروح مرتين بعربيه بابا 3 ماشي، هقول I often
walked to school. طب انا بروح نص الايام مشي ونص الايام راكب، هقول I some I say time I I I I sometimes walk to school. عمري ما رحت المدرسه مشي، لانها بعيد عني، هقول I never walk to school. عمري ما رحت مشي. احفظ ده كويس جدا، هناخدهم لسه قدام بس مهمين جدا جدا جدا. ظروف الايه او ظرف التكرار، adverbs of frequency، ظرف التكرار بتيجي مع المضارع الايه البسيط. ده كده الدرس. الحصه الجايه ان شاء الله هناخد درس مهم جدا جدا في الفونكس اللي هو ليسن 7. لو وصلت المرحله دي ووصلت الفيديو اللي عندي هنا، ما تنساش لايك وشير عشان نكمل في المحتوى لو انت بتستفاد منه. احنا خلاص قربنا ننهي الوحده ان شاء الله. الحصه الجايه هناخد الثامن والتاسع والعاشر والحداشر كلهم في درس واحد، ونخلص الوحده الاولى باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.